حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أريد أن أعود بكم أكثر من 1400 سنة إلى الوراء وتتخيلوا معي هذا المشهد. شجرة تظل النبي الكريم ومعه المئات من الصحابة الكرام الذين اجتمعوا ليبايعوا هذا النبي الكريم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى تطبيق تعاليم هذا الدين الحنيف، يبايعونه على السمع والطاعة، يبايعونه على الجهاد في سبيل الله، على ألا يعصوا الله تبارك وتعالى. أريد أن نتخيل هذا الموقف أيها الأحبة ونعزل أدمغتنا عن الروايات والكتب والتاريخ الذي جاء بعد ذلك. أنا فقط أريد أن تتصوروا هذا المشهد لنفهم القرآن كما أنزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أريد أن أفهم هذا القرآن أو أفهم هذه الآية التي أنزلت في تلك اللحظة، حيث النبي والصحابة الكرام على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطبعا طلحة والزبير وغيرهم كثير. عندما اجتمعوا، الله عز وجل اطلع على قلوب هؤلاء الذين اجتمعوا. النبي لا يعلم الغيب، ولكن الله يعلم الغيب، صحيح هذا الكلام؟ لنتفق على هذه القاعدة أولا. الصحابة لا يعلمون الغيب، النبي لا يعلم الغيب، هذا بنص القرآن. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي ذاته يقول لا يعلم الغيب إلا الله. إذن يجب أن نستيقن أن النبي لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. هناك إعجاز غيبي أنبأه الله عن أحداث ستحدث في المستقبل، أنبأه الله عنها ولها هدف، لكي تكون إثباتا ماديا، برهان ملموس على صدق هذا النبي الكريم. طيب الآن هذا النبي يجتمع مع عدد كبير من الناس يبسطون أيديهم ليبايعوا هذا النبي الكريم. الآن الخالق عز وجل مطلع على القلوب ويعلم كل واحد ماذا في قلبه، ويعلم ماذا سيفعل غدا هذا الشخص، وكيف سيموت، هل سيموت على الإيمان أم على الكفر، هل سيرتد، هل سيبدل، هل سينقلب إلى النفاق، هل سينقلب إلى معصية الرسول بعد موته، الله يعلم. في هذه الحالة ماذا قال الله تعالى؟ نزلت آية عظيمة: لقد رضي الله عن المؤمنين. من هؤلاء المؤمنون الذين رضي الله عنهم؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذن الله علم ما في القلب. انتبهوا أحبتي في الله، الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، هذا بنص القرآن. الإنسان الذي سيفسق ولو بعد 100 سنة الله لا يرضى عنه، لأن الله يعلم الغيب. أنا يمكن أن أرضى عن شخص ثم أنصدم أو أفاجأ به أنه منافق، أنه مخادع، أنه كاذب، أنه نصاب، ولكن هذا لا يجوز في حق الله. يعني مثلا بعض الناس يعتقدون أن بعض الصحابة الكرام انقلبوا على النبي بعد موته وغيروا وبدلوا وحرفوا وارتكبوا جرائم إلى آخره، طبعا خزعبلات. هذا الأمر
الله يعلمه لو حدث. فإذا علم الله أن عددا من هؤلاء الذين كانوا يبايعون النبي أنهم سينقلبون، انتبهوا معي أيها الأحبة، القضية دقيقة جدا. نحن هنا لا نتحدث عن معلومات عامة، لا، نتحدث عن عقيدة قد تودي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. وذلك ظنكم بالله، طبعا الذين ظنوا بالله ظن السوء أرداهم في جهنم، أوقعهم في المهالك هذا الظن. نحن نتحدث هنا عن عقيدة، ماذا أعتقد تجاه هؤلاء الصحابة؟ أنا الآن أتحدث عن آية قرآنية أيضا. كما قلت لكم، اعزل تفكيرك، اعزل دماغك عن الروايات، فقط دقائق، يعني المدة دقيقة فقط، وتخيل أن هذه الآية تنزل وأن الذي يرضى عن هؤلاء هو الله. لقد رضي الله عن المؤمنين، وصفهم بالمؤمنين. طيب هل يمكن لله تعالى أن يصف شخصا بالمؤمن، يعطيه صفة الإيمان، ثم يرتد هذا الشخص؟ يعني الله لا يعلم؟ يعني الله مثلا، حاشا لله، يعني لا يعلم؟ عندما وصفهم بالمؤمنين هو يعلم أنهم لن يرتدوا، وإلا لا يصفهم بذلك. لا يمكن للقرآن أن يصف إنسانا بالإيمان وهو مرتد أو هو سيرتد. والذي يؤكد ذلك قوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه سورة الفتح التي بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة. بعد هذه الآية لم تنزل آية، يعني هذه الآية لم تنسخ، ولم تنزل آية تستثني أحدا من هؤلاء الصحابة الكرام. إذن أيها الأحبة، الذي يرضى الله عنه لا يمكن أن يكفر، والذي يغضب الله عليه لا يمكن أن يؤمن. سأعطيكم مثال ثاني. أبو لهب نزلت سورة واضحة وصريحة تقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. والله أنا بعد أن قرأت هذه السورة واستيقنت بها، لو تأتيني مليون رواية تقول لي إن أبا لهب آمن ومات مؤمنا لأصدق. لماذا؟ لا يمكن أحبتي في الله. القرآن كلام الله الذي يعلم ما في القلوب، لا يمكن أن يصف شخصا بالكفر ثم هذا الشخص يؤمن، مستحيل. مثل ذلك يعني على الإنترنت يقول لك إن فرعون مات مؤمنا. طيب القرآن يقول: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهنا أيها الأحبة، عندما وجد رجل مؤمن من آل فرعون، من قوم من الفئة المقربة لفرعون، ذكره القرآن، استثناه. قال القرآن دقيق: آل فرعون يعدون بالمئات أو بالآلاف، سيدخلون النار، ولكن هناك شخص مؤمن وهناك امرأة فرعون، استثناهما القرآن بنص القرآن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عندما يتحدث القرآن عن مجموعة، هذه المجموعة كافرة وفيها مؤمن، يقول لك إلا فلان، يستثنيه. عندما يتحدث القرآن عن مثلا مؤمنين فيهم كافر، يستثني هذا، إلا فلان يقول لك. واضح، هذه الآية ليس فيها إلا فلان. تمام. إذن تشمل كل ما
من بايع النبي. وإذا كان هناك روايات تقول فلان بايع النبي ورضي الله عنه ثم ارتد، هذه تناقض صريح القرآن. طيب هذه الآية أنا كيف أقرأها؟ إذن أنا ينبغي أن أرضى عمن رضي الله عنه. يعني أنا عندما أقول مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا ليس اجتهاد شخصي وليس من أقوال مثلا قول تاريخي جاء في من بعد أو وضعه فلان الأمويون أو غير، لا لا يا أحبتي، هذا القرآن يقول لي رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين. طيب أنا من أنا حتى يعني أخالف أمر الله؟ الله يقول لي لقد رضي الله عن المؤمنين، يصفهم بالإيمان، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. طيب سورة الفتح اقرأها، ليس فيها استثناءات. إذن أيها الأحبة، لا يوجد استثناءات لهذه الآية في القرآن العظيم، وبالتالي عندما نقول فلان رضي الله عنه أي أن الله رضي عنه لأنه يعلم ما في قلبه، ولو أنه فسق أو ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لله أن يرضى عنه، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وبالتالي أحبتي في الله، أرجو من البعض الأحبة أن يصححوا اعتقادهم وظنهم بهؤلاء الصحابة الكرام، ويبنوا عقيدتهم على القرآن وليس على روايات، لأنك ستسأل عن هذا القرآن لن تسأل عن تلك الروايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.